اهلا، انا عماد. ده تاني فيديو من سلسلة تعليم جافا سكريبت. في الفيديو ده هنتعلم مع بعض، هنظبط الانفايرومنت بتاعتنا، هنظبط النوت باد بتاعنا، وهنعمل الشورت كاتس بتاعتنا، وهنوريكم اول ابليكيشن تعملوه بجافا سكريبت، وهنشوف لو حصل اخطاء في جافا سكريبت ازاي تقدروا تحلوها. طيب تعالوا نبتدي مع بعض. اول حاجة نظبط النوت باد. احنا هنستخدم نوت باد وانترنت اكسبلورر 9، فانت لو انترنت اكسبلورر عندك قديم يا ريت لو تحدثه لاخر نسخة عشان الجافا سكريبت تشتغل كويس، لان النسخ القديمة كان فيها بعض الامبلمنتيشن مختلف عن البراوزرز التانية، فيا ريت لو تابديت الانترنت اكسبلورر لاخر نسخة اللي هي 9 دلوقتي. طيب احنا المفروض هنكتب النوت باد، فاحنا هنفتح النوت باد من قائمة ستارت. علشان الناس بتتفرج على الفيديوهات دي من على النت، فممكن لو كتبت خط صغير ما يبقاش واضح بالدقة القليلة، لان مش كل الناس تقدر تستريم بهاي ديفينيشن. فانت هتجيب فورمات وفونت وهكبر الخط بحيث الناس تقدر تشوفه كويس. فانا عملته كورير نيو وبولد و18، واخترت من هنا عربي علشان الخط لما اجي اكتب يبقى واضح. فاعتقد ان كده واضح. لو مش واضح فهتضطر انك تحوله لتحول الفيديو لهاي ديفينيشن من الاوبشنز بتاعه اليوتيوب، او ممكن تشوف اي برنامج بيداونلود الحاجات هاي ديفينيشن من اليوتيوب وتتفرج عليه من الهارد ديسك بتاعك. طيب تعالوا نعمل التمبلت بتاعنا. قبل ما نعمل التمبلت وقبل اي حاجه، تعالوا نعمل الفولدر اللي هيبقى فيه كل الاكواد بتاعتنا. هندوس رايت كليك على الديسكتوب، نيو فولدر، وهنقول ان ده جافا سكريبت كورس. ده الجافا سكريبت كورس بتاعنا. الفولدر ده المفروض ان انا هعمل له ابلود كل ما اعمل درس جديد عشان الناس تقدر تشوف الاكواد اللي جواه، وتقدر تقارنها بالاكواد اللي هي بتكتبها، علشان لو في اي حد حصل عنده اي مشكله في الكود ممكن ياخده من هنا كوبي بوست ويشوف ايه المشاكل اللي ظهرت له كده، ايه اللي انساه، الحرف اللي كاتبه غلط، وهكذا. طب المفروض ان انا هكتب دلوقتي التمبلت اللي احنا هننسخه في كل درس، علشان ما نكتبش نفس الكلام في كل مره. لا، احنا هنعمل التمبلت دوت عباره عن فايل كده، وبعد كده نقدر نكوبي الفايل ده عشان نعمل الدرس الجديد بتاعنا. انا انكارج يو انك تعمله يعني. اوكي، احنا هنعمله HTML5، فهي دوك تايب HTML، وبعدين نبتدي HTML tag، ونقفل HTML tag، نبتدي الهيد والهيد كلوز، البادي و بادي كلوز. طيب تعالوا نكتب كده تايتل للبيج بتاعتنا. تايتل نعمل نقول ان ده جافا سكريبت اكزامبل، وتعالوا نكتب هنا هيدر كده للصفحة عشان لما تفتح الصفحة تشوف فيها كلام، يعني تعرف ان الاكزامبل ده الاولاني التاني التالت وهكذا. جافا example number كذا، وبعدين نبقى نكتب هنا بقى ايه رقم الاكزامبل. طيب تعالوا بقى نسيف التمبلت بتاعنا ده في المجلد بتاعه. سيف از، من فايل هتدوس سيف از، وبعدين في المجلد بتاع جافا سكريبت كورسز ده، او ممكن تنافيجيت من اي حته هنا عشان توصل للفولدر بتاعك. من هنا اهو من سيف از تايب هتقوم تختار اول فايلز، علشان انت هتسيف بامتداد تاني غير دوت تي اكس تي. فهنكتب هنا اهو ده التمبلت بتاعنا، دوت اتش تي ام ال. لو انت كنت محول دوت تي اكس تي فيبقى الامتداد بتاعك تي اكس تي، لو انت عملته دوت اتش تي ام ال وجيت سيف هيقوم يزود في النهايه دوت تي اكس تي، وهو ده احنا مش عايزينه. فاحنا عايزين دوت اتش تي ام ال عشان تفضل صفحة انترنت. فانت هتكتب تمبلت دوت اتش تي ام ال، تعمل هنا اول فايلز، وتختار الانكودنج بتاعك يو تي اف 8 عشان الفايل يسيف الكاركتر سيت بتاعه اليو تي اف 8 اللي هو بيقبل العربي والانجليزي والفرنساوي واللي هي الحروف اللي غير الحاجات بتاعت الانسي. وهندوس سيف. طيب احنا كده سيفنا التمبلت بتاعنا، تعالوا نتفرج عليه بقى. هندوس عليه دبل كليك عشان يفتح بالانترنت اكسبلورر. احنا هنشتغل قلنا على انترنت اكسبلورر 9. تعالوا نشوف. طيب في نوع حرف انا كنت نسيته في اكزامبل، فتعالوا نصلحه. لو عايزين نيديت فاحنا هنفتح النوت باد، وبعدين هتشد الفايل دوت ليه كده
دراج ودروب وتصلح الحاجات الغلط و فايل سيف، بعدين دبل كليك عشان تفتح في انترنت اكسبلورر. جافا سكريبت اكزامبل نمبر، تمام كده. هنعمل بقى فاليديت لل HTML بتاعنا. احنا دلوقتي كتبنا HTML بس مش متأكدين اذا كان صح ولا غلط، اذا كان البراوزر عامل اي اخطاء هيدن ولا لا. فعشان نتأكد هنفتح فاليديتور اسمه HTML5.validator.new، اسمه كده HTML5.validator.new. هتدخل عليه وهتعمل ابلود، او هتاخد الكود اللي انت كاتبه ده كوبي و تعمله بيست، هتختار ان هي تكست فيلد، بعدين تعمل بيست هنا و فاليديت. طلع لك هنا البوكس الاخضر ده معناه ان هو كده valid document، بس خلي بالك ان في فوق هنا كاتب warning ان the character encoding of this document او the document was not declared. ده معناه ان انت مش محدد في الصفحه بتاعتك البراوزر يعرضه باي لغه. يعني لو انت كاتب بعربي او فرنساوي مثلا مش هيعرف ينكود الحروف دي صح، فهو بينبهك هنا ان انت المفروض تستخدم الانجليزي في الفايل ده، انك لو كتبت باي طريقه تانية ممكن ما يفهمهاش او ممكن يفهمها غلط مثلا. بس خلي بالك ان ما دام ده وورنينج مش مشكله، ده مش مهم بالنسبه لنا قوي دلوقتي. خلي بالك ان طلع لي هنا بوكس اخضر، ده معناه ان ال HTML اللي انا كاتبه ده HTML صحيح والبراوزرز هتدعمه كده. لو طلع لك البوكس الاحمر ده معناه ان في عندك مشاكل، المفروض تشوف ايه المشاكل دي وتصلحها. لو طلع لك البوكس الاحمر دلوقتي يا ريت ترجع للكود اللي انا كاتبه وتشوف انا كاتب ايه وايه الاخطاء اللي عندك وتصلحها. طيب احنا كده اتاكدنا ان التمبلت بتاعنا صح، وان احنا بعد كده ما نيجي نعمل له كوبي مش هياخد معاه ايه اخطاء جديده او حاجه. طيب تعالوا بقى نكتب اول ابلكيشن بالنسبه لنا. هندوس فايل وسيف از في جافا سكريبت كورس، تعالوا نسيفه ان ده ليسون 1. ليسون 1 اوكي دوت اتش تي ام ال طبعا، وهندوس سيف. تعالوا بقى نعمل اول سطر جافا سكريبت لينا. هنكتب هنا اون لود بيساوي بعدين تو دبل كوتس، بعدين هتكتب هنا alert، وبعدين الفانكشن بتاعت alert دي بتاخد string بين single quotation كده، تقوم تكتب this is our first lesson وهد السيف. تعالوا بقى نفتح lesson 1 ده ونشوف ايه اللي هيحصل. طلع هنا this is our first lesson. خلي بالك انك لما تفتحه هيحصل مشكلة ما، هنشوف دلوقتي ايه المشكلة دي. من ادفانسد هنا ثواني بص ريفرش. بص لما تفتح المفروض هيطلع لك يقول لك allow clogged content، بيقول لك هنا ان انت فتح ملف من الهارد ديسك بتاعك والملف دوت فيه اكتيف اكس كنترولز او جافا سكريبت كنترول او جافا سكريبت سوري سكريبت او في بي سكريبت. فهو بيحذرك ان السكريبتات والحاجات الموجوده في الصفحه دي لو تحصل لها اكسكيوت ممكن تبقى هارمفول للجهاز بتاعك، ممكن تاذيه، ممكن تديليت فايلز، ممكن تريديم فايلز. فهو بينبهك هنا ان ممكن يكون فيها مشكله. احنا في الحاله بتاعتنا دي ما فيهاش مشكله، فاحنا هندوس على allow blocked content عشان يشتغل الجافا سكريبت. This is our first lesson، تمام كده. هو ده الالرت، هو ده الفانكشن بتاعت الالرت بتعمل ما بتطلع البوكس دوت في وشك كده تنبه المستخدم لحاجه معينه. طيب لو انت عايز يعني بص، انت لما تيجي بعد كده تفتح الفايل ده تاني هيطلع لك برضو زرار فهتضطر تدوس عليه تاني وهكذا. كل ما تيجي تفتحه يقوم طلع لك الزرار ده، فعشان تخلي الزرار ده ما يظهرش تاني كانك دوست عليه الى الابد، فهتقوم دايس على الايكون بتاع التولز من هنا وتختار انترنت اوبشنز، هتجيب ادفانسد وهتنزل لسكيورتي، هتلاقي فيه تاني اختيار allow active content to run in files on my computer، هنعلم عليه وندوس اوكي okay. بس بكده انت كل ما تفتح الفايل دوت او اي فايل عندك على الجهاز هيكسكيوت الجافا سكريبت على طول من غير ما يطلع لك الورننج اللي بيطلع تحت على طول ده. طيب كده احنا عملنا اول سطر لينا. الطريقه اللي احنا استخدمناها ديت دي اسمها ان لاين جافا سكريبت، ان انت بتكتب الجافا سكريبت بتاعتك جوه ال HTML جوه التاجات بتاعت ال HTML. الناس بتديسكارج انك تعمل حاجه زي كده، انت ما تكتبش الكود بتاعك كله جوه ال HTML، لازم تفصله بره او تكتبه بطريقه معينه هنتكلم عنها دلوقتي. طيب تعالوا بقى نعمل المثال التاني بتاعنا، نقفل دوت
نفتح نوت باد جديد ونشد التمبلت بتاعنا وتعالوا نسيفه باسم جديد save as هنسميه lesson2.html. هنختار من هنا all files ومن هنا utf8 ونسيف. تعالوا بقى نكتب الاكزامبل الجديد بتاعنا دوت. هنسمي ده example number 2. و في الاكزامبل ده انا عايز اعمل حاجه معينه. انا هحط ايه تكست بوكس وتحتيه بوتن. لما تيجي تكتب كلام في التكست بوكس دوت وبعدين تدوس على البوتن المفروض يغير لك الاتش 1 اللي هو الكلام اللي موجود هنا اللي هي كلمه جافا سكريبت اكزامبل نمبر 2 دي، يغيرها بالكلام اللي جوه التكست بوكس اللي انت كتبته ده. فاحنا هنا هنعمل انبوت التايب بتاعه التكست، الاي دي بتاعه، الاي دي ده عباره عن اسم ما بيتكررش المفروض بتعرفه بيه عشان لما تيجي تسلكت الانبوت دوت يبقى سهل من الجافا سكريبت. فاحنا هنسميه هنا اهو ماي تكست فيلد. وتعالوا نعمل بوتن، البوتن بتاعنا تعالوا نعمله انبوت تايب سبميت، الاي دي بتاعه ماي بوتن. وخلي بالك الحاجات اللي بكتبها كابيتال تتكتب كابيتال، الحاجات اللي بكتبها سمول تتكتب سمول. يعني البي في بوتن هنا اهوت كابيتال، فالمفروض تكتبها كابيتال. الاي دي بوتن الفاليو بتاع الكلام اللي هيظهر في الوسط ده اسمه تشينج. اوكي تعالوا بقى نكتب هنا السكريبت بتاعنا في الهيد تحت التايتل. هتقول له انا عايز اكتب سكريبت جديد. نوع السكريبت انت لازم تحدد نوع السكريبت علشان مش لازم قوي، بس في انترنت اكسبلورر بالذات ممكن تكتب سكريبتات كتير، يعني ممكن تكتب انواع مختلفه، ممكن يبقى في فيرجنز حتى مختلفه من الجافا سكريبت تكتبها. فانت عشان تحدد له هنا انك هتكتب كود جافا سكريبت تقوم تقول له ان التايب بتاع السكريبت ده عباره عن تكست سلاش جافا سكريبت وادي التاج كلوز فانكشن. الفانكشن بتاعتنا احنا هنعمل فانكشن بقى اللي هي الفانكشن اللي هتتنفذ لما تيجي تدوس على الزرار. الفانكشن دي هنسميها تشينج. احنا في المسافه دي بقى هنكتب ايه الكود اللي عايزينه يحصل لما يدوس على الزرار. في تشينج ديت احنا عايزين يعمل ايه؟ يجيب النص الجديد اللي انت كتبته في التكست فيلد ده. فانت هتقول var my new title بيساوي، بعد تقول له document dot get بعدين element ال e capital element by ال b capital id ال i capital dot id دي function dot value. فهو هيجيب الاليمنت، هيجيب الاليمنت اللي الاي دي بتاعه المفروض ايه ماي تكست فيلد عشان يجيب الفاليو بتاعه التكست فيلد دي ماي تكست فيلد. وهنا نقوم حاطينه كده بين دبل كوتس. اوكي بكده هو هيجيب الفاليو بتاع التكست فيلد ويحطه في الفاريبل اللي اسمه ماي نيو تايتل. المفروض بقى نشوف اذا كان المستخدم كتب تايتل فعلا ولا لا. اف ماي new title dot length بيساوي زيرو. لو هو ما كانش كتب اي كلام في التكست فيلد ودس على الزرار المفروض نطلع له alert نقول له انت لازم تكتب كلام alert. احنا شفنا طبعا alert قبل كده write some real text please. وبعدين نعمل return عشان يخرج من الفانكشن دي وما يعملش اي حاجه. لو عدى من الاف ديت معناه ان هو كاتب كلام. فنقوم نعمل كده اهو var احنا عايزين بقى نجيب ال h1 ده، فالمفروض ندي id لل h1 علشان نقدر نغير الكونتنت اللي جواه، نسلكته ونغير الكونتنت. ال id بتاع ال h1 هنسميه title. وهنا var title بيساوي احنا هنجيب كده reference ال h1 بس مش هنجيب ال value اللي جواه. فاحنا هنقول title بيساوي document dot get element by id ونقول له هات لنا التايتل. بكده انت جبت ريفرنس او مرجع بس حطيته في متغير، جبت مرجع لل h1 دوت حطيته هنا في التايتل ده.
هو ده كل اللي عملناه. انت بعد كده ممكن تستخدم تايتل دي وتغير الحاجات اللي انت عايزها فيها. تايتل ديت دوت انر اتش تي ام ال، اللي هي الاتش تي ام ال اللي جوه، اللي هي كلمه جافا سكريبت اكزامبل نمبر 2 ديت، هيغيرها ب ماي نيو تايتل، هحط فيها بقى التايتل الجديد اللي انت كتبته في التكست بوكس. هتدوس سيف، بعدين افتح ليسن 2. سوري، سبميت هنا كنت ناسي دبل كوتيشن. اوكي سيف، تعال ريفرش. تمام كده عملنا التكست بوكس وجنبيه زرار تشينج. طيب تعالوا ندوس كده على زرار تشينج من غير ما نكتب اي حاجه، المفروض ما يشتغلش، المفروض ما فيش اي حاجه تشتغل، بس هنعرف دلوقتي ليه. دوس كده على تشينج، مفيش اي حاجه شغاله، يبقى كده عملنا حاجه غلط. اكتب كده اي كلام ودوس تشينج، برده ما كتبش، يبقى اكيد في مشكله عملناها. المشكله ايه بقى؟ بص هنا، انت عملت هنا فانكشن بس ما قلتلوش المفروض ينفذ الفانكشن دي لما يدوس على الزرار. فهتقوم تيجي هنا في التاج بتاع الانبوت اللي هو السبميت باتون، وتقول له ان اون كليك المفروض هينفذ التشينج فانكشن. كده معناه انت لما تدوس على الزرار ينفذ الجافا سكريبت فانكشن دي. تعالوا نسيف ونرجع تاني. المفروض بقى لما ندوس يطلع لنا يقول لنا انتوا ما كتبتوش حاجه، المفروض تكتب حاجه. write some real text please. كده انت بيقول لك انت ما كتبتش حاجه، يا ريت تكتب لنا حاجه في التكست ده. هنكتب له كده اي كلام، change، غير بقى ال h1 inner text inner html للكلام انت كاتبه هنا. test hey that's cool. اوكي تمام كده، ده اول اكزامبل معانا. طبعا انت لسه برضو مش فاهم احنا عملنا ايه بالظبط، في الفيديوهات التانية ان شاء الله هشرح احنا عملنا ايه بالظبط بالتفصيل بقى، اللي هي ازاي نعرف المتغيرات وايه الاف كونديشن وازاي تاكسس الدوم بتاعتك وهكذا. احنا دلوقتي بس بنتعرف على الجافا سكريبت بتتكتب فين وبتتربط ازاي وهكذا. طيب شوف بقى، لو انت عندك خطا معين في الجافا سكريبت ازاي تقدر تعرف الخطا ده فين. بص مثلا كلمه تشينج دي لو كنت كتبتها غلط، لو كنت كتبت تشينج من غير اي مثلا، تعال نسيف كده ونشوف ايه اللي هيحصل. ريفرش، بعدين دوس على تشينج، ما بيعملش حاجه. يبقى احنا كده عملنا حاجه غلط، مش رابطين الزرار صح او الفانكشن فيها ايرور معين. علشان تعرف الايرور بتاعك في الجافا سكريبت، كل براوزر ليه تولز معينه عشان تعرف الايرور ده فين، بيساعدك بيها يعني. انترنت اكسبلورر هتلاقي في تولز اف 12 ديفلوبر تولز، دي لما تفتحها هيقوم طالع لك تحت كده الديفلوبر تولز، من السكريبت تاب دوت ممكن تعرف الايرورز اللي طلعت عندك في الجافا سكريبت ايه هي. بص هنا بيقول لك ايه في الكونسول، في التاب بتاع الكونسول بيقول لك ريفرش ذا بيج تو سي مسجز ذات مي هاف اوكيورد بيفور ذا اف 12 تولز وير اوبند. اوكي فبيقول لك انت ريفرش بقى عشان تشوف الايرورز اللي ظهرت قبل ما تفتح الديفلوبر تولز. فير انف يعني. اوكي هنريفرش لسه ما فيش اي ايرور، دوس تشينج، طلع لنا اول ايرور. بص بيقول لك ايه، كلمه تشينج دي از undefined، هو مش عارف ايه تشينج ديت. بعد كده هعمل لك هنت كده عشان يقول لك الايرور فين بالظبط. بيقول لك انها في listen2.html الفايل ده لاين 22 كاركتر واحد. بص ادي listen2.html فاتحين اهو، بيقول لك لاين 22. بص كده على اللاين 22 input submit، بيقول لك الكاركتر رقم واحد. كاركتر رقم واحد هنا قصده مش المسافه، مش اول كاركتر ده، لا كاركتر رقم واحد في السكريبت، لان احنا هنا في التاب بتاع سكريبت. فالكاركتر رقم واحد هو كلمه change، فالايرور بتاعنا هنا. يبقى الكلمه دي غلط، المفروض نصلحها. بص احنا كده نسينا الاي، يبقى احنا المفروض نزود الاي عشان يشتغل تاني. نزود الاي، فايل سيف، نرجع تاني ريفرش change، اشتغلت تمام مفيش اي مشاكل. ده اول ابلكيشن كده كتبناه. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنفهم احنا عملنا ايه بالظبط وايه اللي بيحصل behind the scenes ورا الستيج بتاعنا او ورا المصفح بتاعنا، بيعمل ايه بكل الجافا سكريبت ديت وبينفذها ازاي وايه افضل طريقه ممكن ننكلود بيها الجافا سكريبت بتاعتنا. اوكي هتتفرج على الفيديو ده، ولو حصل لك اي مشكله، لو في كود بتاعك ما اشتغلش كويس، ممكن تسالني في الكومنت اريا اللي بتبقى تحت في البلوج بوست على عرب كاست، علشان اجاوب عليك اسرع يعني. المفروض تكومنت على عرب كاست لان ببقى فاتحه على طول، و
لو ومفروض انت لو حصل اي مشكله برضو وعايز تحلها لوحدك، مثلا الانترنت عندك واقع وانت بتتفرج على الكلام ده اوفلاين، فانت ممكن ترجع الفيديو تاني وتشوف الاكواد انا كاتبها ازاي، وتتاكد من حاجات الكابيتال والسمول سمول، ويا ريت تكتب المسافات اللي هي في البدايه دي زي علشان اللي يجي بعد كده يقرا وراك الاكواد يفهمها منك. اوكي، طيب نشوف بعض في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.